التفتوا لي جيدا في المقدمه لابد ان اشير الى الحقب التاريخيه التي مر بها الفكر الغربي او الفكر الاوروبي سميه ما تشاء الفكر الغربي او الفكر الاوروبي ما هي المراحل التي مر بها اعزائي بنحو عام من الناحيه التاريخيه هناك مراحل ثلاث تعالوا معنا الى نفس الكتاب اعزائي في صفحه 15 اعزائي في صفحة 15 التفتوا جيدا الفصل الأول في الواقع أن العصور الوسطى ما هي العصور الوسطى؟ ما هي العصور هذه ال... هاي الحقب التاريخية مرتبطة أين؟ بالغرب لا بالواقع بالفكر العربي الإسلامي لا 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 أنا ماذا أتكلم الآن في الواقع العربي الإسلامي يعني منذ مجيء الإسلام وإلى يومنا هذا يقول تشكل الفتره الوسيطه التي تفصل التفتوا جيدا بين الحضاره اليونانيه الرومانيه وبين العصور الحديثه اذا العصور الوسطى اعزائي ما هي تقع برزخا بين ماذا؟ بين الحضاره اليونانيه والرومانيه وبين العصر الحديث او عصر الحداثه فاذا ما استخدمنا لغه الجيولوجيا قلنا بان اسفل طبقه من طبقات الفكر الاوروبي هي الطبقه اليونانيه الرومانيه هي الطبقه الاولى او المرحله الاولى التي امتدت منذ القرن الخامس قبل الميلاد عهد سقراط الى القرن الخامس بعد الميلاد يعني عشره قرون هاي المرحله الأولى اللي هي ما قبل القرون ولهذا تسمى القرون الوسطى، لماذا وسطى؟ لأنه واقع بين هذه هذه المرحلة وبين العصر الحديث أو عصر الحداثة والنهضة. تاريخ بعد الميلاد هذا القرن الخامس بعد الميلاد تاريخ إنهيار الحضارة الرومانية وانتصار ماذا؟ المسيحية. جاءت بعدها طبقة العصور الوسطى التي استمرت منذ سقوط الحضارة الرومانية في الغرب عام 476 القرن الخامس إلى سقوط الحضارة البيزنطية في الشرق على يد الأتراك العثمانية مولان 1453 تقريبا أيضا إيش قد مولان؟ ها؟ عشرة قرون أخرى فاذا القرون الوسطى في الغرب ايضا زمنها قد عزائي وهي المتسمه بالظلاميه وبالاستبداد وبتحكم الفكر الكاثوليكي وعبر ما تشاء عصر الظلمات في قبار عصر ماذا؟ عصر الانوار ولهذا هو هنا ياتي في الفصل الاول يقول عقليه القرون الوسطى يعني الخصائص التي مرت بها او مر بها الغرب او اوروبا في القرون الوسطى ما هي القواعد الحاكمه وانا بودي ان الاعزاء يقراوا هذه القرون العشره اعزائي جيدا ليعرفوا الان نحن اين ما ادري واضح ولا لأنه أنت عندما تقرأ تاريخ الآخرين خصائص الآخرين عند ذلك ترجع إلى مجتمعاتك وإلى, وإلى فكرك لترى أنك أين تعيش أنت أنت تعيش الآن في عصر الأنوار لو تعيش في عصر, ماذا القرون الوسطى الغربية أي منهما ما أدري واضح ولا هذه هواي مهمة أعزائي حتى نعرف موقعنا من التاريخ والآن نحن في أي مرحلة نعيش من الحقب التاريخية بمعنى أنها استمرت ألف سنة تقريبا وهذه فترة طويلة جدا في تاريخ الحضارات وعمر الشعوب ثم جاءت بعدها طبقة ماذا؟ ها؟ الحداثة اللي بدأت من من أعزائي؟ بدأت من ديكارت أعزائي يعني من أواسط القرن الخامس عشر أعزائي التي لا تزال مستمرة منذ أربعة قرون وحتى اليوم او خمسه قرون اللي الان احنا ان شاء الله اذا صار موقت هذه الحداثه الان نبدا نتكلم عصر ما بعد الحداثه ما هي خصائصها جيد هكذا تتراكم فوق بعضها البعض الطبقات الحضاريه الاحقاب بالطبع توجد فروق وتنوعات متعدده هذا ما عدنا عد. التفتوا